فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: فأفاد ذلك بشيئين، أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. نعم، تضمن أمرين. الأمر الأول الاختلاف في الأشياء التي لا تحتمل الاختلاف، مثل هذه المسألة بين ابن مسعود والرجل الآخر، ما تحتمل الاختلاف لأن كل منهما على حق، فلا مجال لأن ينكر أحدهما على الآخر. والأمر الثاني الحذر من الحذر من أن نقع فيما وقع فيه المختلفون من كان قبلنا ممن الذين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهذا من التشبه. والكتاب هذا كله بتحريم التشبه بالكفار، ومن ذلك تشبه بهم في الاختلاف.